عند ام ترتر. الكلمه الاشهر ما بين الصحاب في اي حاجه هتفكس بعد شويه، اي حاجه نعرف ان نهايتها مش موجوده نقول عند ام ترتر. تعالى وانا هحكي لك يعني ايه ام ترتر. بص يا سيدي، ام ترتر دي كانت ست عايشه في حواري كرموز زمان، وكانت الست معروفه ان هي شلق، محدش بيقدر عليها، اي خناقه بتدخلها بتقلبها ومحدش بيقدر يقول لها تلت التلاته كان. وام ترتر دي كان عندها تلات اولاد، ابراهيم واسماعيل وبنوته تانيه اسمها ترتر، وكانت بتربي على السطح بتاعها فراخ وديوك وحمام وكل انواع الطيور. وكان لما بيجي ديك من عند الجيران يتوه عندها او يقع على السطح بتاعنا، كانت بتاخده في ساعتها وتذبحه لعيالها. فمن هنا كان يقول الجيران الديك راح فين، يقول له عند ام ترتر بصوت واطي عشان كانوا بيخافوا تسمعهم. ومن هنا عرفنا مين هي ام ترتر، معناها استحاله توصل للحاجه بتاعتك عشان هي عند ام ترتر. استنوني في حلقه تانية هنعرف تفاصيل واصل فصل حكايات تانية، وما تقلقش ده مش عند ام ترتر، ده هتلاقيه عندنا في اصلها وفصلها.